حصل نقاش، مش عايز اقول صدام، ما بين رابطة الأندية المحترفة برئاسة الأستاذ أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية وأعضاء الرابطة وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد، وحصل اعتراض على استكمال مسابقة كأس مصر، وإنه لا يمكن أبدا أن يبدأ الدوري وكأس النسخة الماضية مازال شغال، يبقى كده احنا بدين القصيدة بالكفر، فده ما ينفعش. ووصلني أن مستر كروش في اجتماعه مع أحمد مجاهد ناقش معه أحمد مجاهد إلغاء مسابقة كأس مصر، وكان هناك رأي من مستر كروش المدير الفني للمنتخب إنه عايز يشوف لعيبة سموحة ولعيبة بيراميدز وإنبي عشان يبقى عنده مساحة قبل مباراتين ليبيا إنه يشوف أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وإن لازم مسابقة الدوري تبدأ بسرعة. لأنه ما عندهوش مراية إلا الدوري. بعد جلسة مستر كروش استقر أحمد مجاهد إن قرار الإلغاء سيكون بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، ولكن بعد مباراة سموحة وبيراميدز وبعد مباراة الأهلي وإنبي. رابطة الأندية المحترفة اعترضت على أن يبدأ دوري وإحنا بنلعب كاس موسم ماضي. ينفعش أبدا نلعب دوري 21-22 وإحنا لسه بنلعب كاس 20-21. وكانت كل الأمور بتقول إن لازم نبدأ صح، نزولا على رغبة مستر كروش المدير الفني ستلعب مباراة سموحة وبيراميدز النهاردة الجمعة، وستلعب مباراة الأهلي وإنبي غدا السبت. بعد المباراتين دول سيصدر قرار بإلغاء كأس مصر، ويوم ومعاد وتاريخ انطلاق الدوري العام. عرفنا الدوري هيبدأ امتى، ولكن هنعرف اليوم وهيبقى القرعة وتفاصيلها والكلام ده كله خلال الأحد القادم أو الاثنين أو الثلاثاء على أكثر التقديرات. اسمه كروش، ماشي يا عم، أنا آسف يا أستاذ محمد، اسمه كروش، حاضر. بس هو النبي تحملني، انا راجل صعيدي على باب الله، فاللي في قلبي على لساني، يعني تحملني. انا اقول لك كروش عشان انا مليك في اللغه، انت تقول كروش كيروش، يعني مش مشكله. المهم المدير الفني للمنتخب، وبشكرك على النصيحه، يعني شكرا جزيلا يا فندم. يبقى كده حصريا وانفراد لعبد الناصر زيدان الغاء مسابقه كاس مصر بعد مباراة بيراميدز و السموحة خلال ساعات النهاردة الجمعة، وعقب مباراة الأهلي وإنبي غدا السبت. هتقول لي عبد الناصر هو ينفع تعلن وكده الكلام ده هيوصل للأربع أندية فهيبقى المباراة التحصيل حاصل؟ أنا راجل ما أقدرش، أنت استنى، عندي انفراد ومتأكد منه فما اقدرش انتظر، لاني اكيد احد الزملاء ممكن يصل ويجتهد فيصل الى نفس الموضوع، فلازم انا اخد السبق واقول لك واديك الصدمه على طول، ادي لك الصدمه على طول، مفيش كاس مصر، والاخوه والمحبه ما في كاس مصر،
عشان اللي بيتكلم بيقولك ولا الزمالك طرف ولا الاهلي طرف ولا مش عارف عشان الاهلي ما يفوزش بالكاس ولا عشان الزمالك اقرب ولا كل الهري ده ليه اساس من الصحة. الحدوتة كلها زي ما قلت لك، في ناس زعلانة من وجود الرابطة وعايزة تفهم الناس انها ملهاش لازمة، وده اول نقاش محترم ما بين الرابطة وما بين الاتحاد. انا بنفرد معاك بقول لك الرابطة مش موافقة على الكاس وسيتم إلغاء الكاس، وأزيدك من الشعر بيت بناء على رغبة الأندية الموجودة في الكاس السبعة، ولو في حد خايف من جمهوره وقال لك في الإعلام أنا ما عرفت حاجة قول له لا تعرف، لأن الرابطة دي ممثلة للأندية. ولكن هذا قرار حكيم ويحسب للرابطة لأنه اسمه تصويب خطأ، فليس من المعقول أن يبدأ دوري جديد تحت مسمى سنة 21-22 ونكون بنلعب كاس قديم بتاع سنة 20-21. هذا لا يحدث حتى في بلاد الواكواك، فكانت هتبقى فضيحة ومألسة وقلة قيمة. خلاص كروش قال لك انا عايز الدوري، يبقى عايز الدوري ليه يا عم حسين رابطة جرجير؟ ليه يعني؟ عايزك تفهمني ليه رابطة جرجير يعني، يعني فهمني بس، لان انا مش عايز الناس تاخد الكلام بتاع الهبد على الفاضي. ليه رابطة جرجير يا استاذ محمد؟ شايفه انه كلام لا يعقل، ما تتفرجش، ده اصوب قرار ممكن يتاخد. وبعد كده انا ماليش علاقة انت ترضى ولا ما ترضاش، انا بقول لك قرار. يا محمد حسن المحترم، انا بقول لك قرار هتسمعه كمان 4 ايام، الغاء مسابقة كأس مصر. الغاء مسابقة كأس مصر. بس محدش يخش معايا في القاش، انا لا رئيس رابطه ولا رئيس اتحاد. تمام يا جماعه، حد يسالني يقول لي طب هيلعبوا ليه؟ كروش عايز يتفرج على الماتشين، ما عندوش فرصه للرفاهيه، مش لاقي لعيبه في الدوري محليين يعني، فعايز يبص بنفسه، عايز يبص بنفسه. حد بعت لي بيقول لي كروش صح، النطق بتاعنا صح. تمام يا جماعة الخير، تمام يا جماعة الخير. طيب نبدأ كده بمحمد مهدي عشان الخبر ده على فكرة ممكن محمد مهدي ما يكونش يعرفه، وأنا أسأله عشان تعرفوا بس إن أنا مش بنسق مع المراسلين بتوعي، أنا راجل كل بيجتهد من الزملاء وبنقطع لحضراتكم كل واحد بيجتهد في مجاله، وارد إن إحنا نخطئ ولكن بنحاول نقلل من أخطائنا وبنحاول نصوب من نفسينا وبنحاول نعمل حاجة كويسة، لكن أكيد هنغلط يعني، أكيد يعني العصمة لا تكون إلا لنبي. أيوة يا أستاذ طارق أهو معاك أهو، أنا قلت خبر إلغاء كأس مصر وبجاوب على الأسئلة والله، علشان بس ما حدش يقول لك أنت ليه مش، أنا عارف إن الناس مش مصدقة، طب أعمل إيه؟ ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش. احسن قرار طبعا يا استاذ خالد، واحد من افضل القرارات اللي هتتاخد. الغاء كأس مصر قرار صائب وقرار محترم وقرار في فكر،
مفيش حد في الدنيا بيلعب بطولة حمضانة، خلاص الكاس حمض، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. بجيب لكم محمد مهدي اهو، بس مش عارف ما بيردش ليه. عندنا مفاجأة بقى، عشان لما تعرفوا العبد لله بيقول لكم على مفاجآت من العرس الثقيل يعني.